أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، مرة أخرى نلتقي نعرض لكم قضايا حياتية ومعالم أثرية وحكايات عن الناس والوطن، كل ذلك في برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة الحركة المرورية وعشوائية المواصلات في عدن، المعهد المدرسي ريادة التنوير وعراقة الهوية، رائد طه وتجربة المسرح المدرسي. تغيب الشمس وتشرق في إعلان دائم لاستمرار الحياة، فعاليات وأنشطة في جولة إخبارية سريعة، نتابع. يشارك فريق الشعلة لكرة الطائرة ممثلا لليمن في البطولة العربية 35 للأندية التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة خلال النصف الأخير من فبراير الجاري بمشاركة 13 ناديا عربيا. وكان فريق الشعلة قد عسكر لأسابيع في صالة نادي الشباب المنصورة بعدن وأجرى تدريبات مكثفة للوصول للجاهزية المطلوبة التي تمكنه من المنافسة والظهور بالشكل المميز والمشرف في البطولة العربية. دشنت في العاصمة المؤقتة عدن جلسات التوعية بمخرجات الحوار الوطني ضمن مشروع يستهدف مختلف الفئات العمرية في إقليم عدن والمحافظات المحررة. جلسات التوعية تنفذها وزارة الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بوثيقة المخرجات التي انتصرت لكافة القضايا والحقوق. وسائل النقل من سمات العصر الحديث، لكنها باتت في عدن أشبه بمعضلة صعبة الحل وكابوس يؤرق حياة المواطنين. لا تزال الحركة المرورية بمدينة عدن في أسوأ حالاتها، فالمواطن الذي تتكالب عليه الأزمات مع انعدام مقومات العيش الكريم هو أيضا يقاسي ويلات الحركة المرورية وعشوائية محطات النقل التي باتت تشكل أعباء إضافية تفاقم من حدة المعاناة. أنا صعب، ما نقدرش نطلع مواصلات، ما نقدرش نوفر قوت يوم، أنا كم نقدر نوفر مواصلات؟ ترتفع لنا المواصلات، يعني نحن مش قادرين نطلع، كلهم يقولوا 200 مرة 300 مرة 400 مرة، يعني ما فيش نظام. أكثر من 20 يوم يكون مقطوع البترول، فنجد الناس سوق السوداء يبيعون من 20,000 ومن 17,000 الدبة. محطات النقل الداخلي ومركبات النقل الجماعي لم تعد تؤدي وظيفتها بالشكل المطلوب في ظل تردي الطرقات العامة والشوارع الفرعية وضيق خطوط السير وعشوائية النقل، مع انعدام الرقابة على تعرفة المواصلات ما نتج عنها اختناق الحياة في العاصمة المؤقتة للبلاد. المحطات لا تسير بشكل المنظم، وإنما في هناك يعني في تسيب وفي سرقة للفرزات، ونحن نطالب بإعادة النظام، والحمد لله بدأنا نشوف رائحة النظام، ولكن ندعو الغائمين على النظام أن يأخذوا بحزم، ونحن في النقابات نسعى لإعادة النظام ولإعادة الفرز على شكلها صحيح، حتى نقوم يعني بمهامنا الرسمية ونقل المواطنين بالطريقة الأسهل وبطريقة نظامية لا توجد فيها عشوائية. الواحد لو مع حريق، لو مع ضغط، لو مع ذا، كيف يسوي؟ لما يجي يقول لك استنى لما 22 مايو يقلبوا هنا الحجاز، كيف عاد يمشي لما 22 مايو؟ العشرات من مركبات النقل العام في عدن غير منتظمة الحركة، تسير بلا خطوط نقل محددة لنقل الركاب، والكثير منها بلا تأمين وتفتقر لمقومات السلامة، ويشكو ملاكها من غياب القوانين المنظمة لعملية النقل الداخلي. كل من صنفت مجموعة شلة عملت لنفسها فرزة، نحن بحاجة لتنظيم محافظة عدن يا أخي. سوق أسواق الغات، أسواق الغات يعني موجودة في داخل الطرقات والشوارع نفسها، يعني مفروض أنه يعملوا أماكن محددة لهذا الكلام. إذا نسى أي حاجة المواطن معي فوق السيارة ملزم يجي يبلغ في المكتب حقنا يلاقيها داخل هنا، ولا يتحاسب السائق عليه. لكن مبرع برع، منو يحكمه برع؟ لا أرقام، لا مخصصين أجرة، لا أي حاجة، بدون أرقام سيارة مجهولة. أرصفة محتلة وطرقات تفتقر للصيانة وشوارع مغلقة وتقاطعات دون تصميم هندسي يصاحبها قصور في سياسات وقرارات النقل العام. اعتقد أنه بين كل 5 متر 10 متر مطب، تمام، وهذه صورة غير صحيحة. والناشد محافظ عدن ومدير الأمن شلال شايع
ومدير المرور أن يقدموا بخطوة جادة لإزالة هذه المطبات. كل ذلك جعل من واقع النقل العام في عدن منظومة فوضوية غير مجدية، أفقدت الحركة المرورية مقومات السلامة وخلت بالمعايير الحضرية للمدن. الأستاذ غسان الصوفي مدير الهيئة العامة للنقل البري في العاصمة المؤقتة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. اليوم نناقش مشكلات الهيئة العامة للنقل البري. بداية أستاذ غسان، لو تحدثنا بصورة يعني موسعة عن مهام وأعمال هذه الهيئة. أولا أهلا وسهلا بكم. للهيئة مهام كثيرة في تنظيم عملية حركة النقل البري. أهم هذه النشاط هو تأمين نقل البضائع من ميناء عدن إلى جميع محافظات الجمهورية. وقد عانى كما تعرفون الوضع بعد الحرب الدموية التي قام بها الإنقلابيون، عانت ميناء محافظة عدن وميناء عدن كثير من هذا الوضع. وبعد انتهاء الحرب مباشرة قامت الهيئة العامة بالتواصل مع كثير من الجهات للعودة لفتح ميناء عدن وإيصال البضائع هذه إلى بقية المحافظة، رغم وجود كثير من الصعاب والمشاكل بسبب الأوضاع الأمنية ووجود الحروب في كثير من الطرق والتقطعات، إلا أن الهيئة وبالتعاون كبير مع اللجنة النقابية للنقل الثقيل استطاعت أن تقوم بهذه المهمة وأن تحافظ على نشاط الميناء وأن تحافظ على ميناء عدن مفتوح وأن توصل هذه البضائع إلى كل المحافظات في الجمهورية. هذا في الجانب الهيئة المتعلق بالحفاظ على وسائل النقل لنقل البضائع إلى بقية المحافظات. أيضا الهيئة العامة للنقل البري بحسب تكليف الأخ محافظ محافظة عدن عيدروس الزبيدي وتكليفه للأخ خالد العملاني وكيل المحافظة لقطاع النقل بإعداد خطة كاملة وشاملة لتنظيم حركة وعودة النشاط إلى الفرز وتنظيم حركة نقل المواصلات داخل المحافظة. كما تعرفون كانت عدن تعاني كثير من الزحام وكثير من الفوضى، ولا زالت، بس بدأنا بالحملة هذه، يعني عددنا لها اعداد مسبق جيد، وبدأت هذه الحملة تدريجيا، بدأت في كريتر والمعلة والتواهي ووصلنا إلى خور مكسر ثم انتقلنا إلى البريقاء. لو لاحظتوا في هذه المديريات بدأت الحملة وبدأ لها نشاط يعني واضح، الناس رحبت كثيرا بهذا العودة لهذا النشاط، وأيضا لاحظنا برضو نشاط للإعلام. هذا النشاط عفوا أستاذي قائم على ماذا بالضبط؟ يعني في ظل ازدحام الطرق، في ظل الحفر والمطبات والطرق المنتوية والأماكن التي تدمرت وغيرها وغيرها، وكذلك الأشياء، هناك طرق لا تزال تحتاج إلى تخطيط جديد بسبب المد العمراني وغيره من الأمور، يعني هذه الحملة على أي أساس قامت؟ صحيح كلامك في محله، وكنا نأخذ بعين الاعتبار هذا الكلام، لكن لو يعني كان كثير من الناس يعطوا هذه العراقيل وهذا على أساس أنه ما يبدأش العمل إلا عندما يكون عمل متكامل. فلو جلسنا في مكاتبنا بدون عمل انتظرنا إلى أن تتطبع الأمور 100% ما فيش حد بيشتغل. لذلك ارتأينا نحن والمحافظ والكذا بأنه نبدأ ولو بالشيء القليل إلى أن تتطبع الأمور، وكلما نواجه من مشكلة أو عراقيل نتجاوزها أو نوجد لها حلول وننتقل إلى العمل الآخر. أما إذا بقينا ننتظر إلى أن تتهيئ لنا الظروف 100% وتعود المؤسسات 100% فلن تعود الأمور إلا بعد فترة طويلة. صحيح. وهذا بيأخر العمل ويأخر عملية التطبيع، لكن بفضل يعني تعليمات المحافظ كانت أنه لابد من النزول ولا بد من ملامسة معاناة المواطنين والبدء بالشيء حتى البسيط. وكان في تخوف حتى من انه المواطنين قد ما يتقبلوش هذا الوضع، لكن للأمانة لاحظنا وعي كبير جدا ومساهمة من المواطنين مثلا في الالتزام بالفرزة، رغم انه في مواطنين يعني كبار في السن كانوا يقول لك انا امشي مسافة طويلة من شان اوصل الى الفرزة لكن مستعد اني التزم بها لكي اقضي على الزحام ارتب الوضع. ايضا نبدا ان في كانت معنا كثير من المواصلات وسائل النقل، الباصات الجديده هذه لا تحمل لوحه ولا جمركه ولا مرخصه وتمارس عمل نقل المواطنين، وهذا عمل فيه خطوره ووضع امني مش مستتب. فكثير من الناس كانوا يعني عندما بدات الرسائل الاعلاميه اللي احنا زلنا الان في صدد، وهذا اعتقد البرنامج لابد ان يساعدنا في هذا الشيء، بانه المواطن لابد ان يكون عنده وعي. أنت كمواطن إذا ترضى لنفسك أنك تطلع في باص مجهول الهوية أنت تساعد في هذا الشيء،
لكن اذا المواطن وصل بنفسه هنا انا لا يمكن ان اطلع يعني ان اركب في وسيله نقل غير مرخصه غير مرقمه لا تحمل اي وسيله تعريفيه. هنا الوعي المواطن بيفيد كثير في تطبيع الاوضاع. بدات الحمله تدريجيا من مديريه صيره، وكان التكليف للمدراء عموم المديريات اولا بتطبيع العمل في الفرزات القديمه اللي كانت موجوده من سابق، تجهيزها لانه في كثير من الفرز تحولت الى ساحات ألعاب أو مكبات للنفايات، ومشكورين مدراء عموم المديريات هذه قاموا بتجهيز الفرزات القديمة هذه. يعني لم يتم استحداث فرزات جديدة؟ حالياً لم يتم استحداث فرزات جديدة. كانت الخطة أولاً عودة الفرزات القديمة، إلى أن تطبع الأمور بتظهر لنا مشكلة الفرزات أو حاجة المواطنين لمتطلبات خطوط جديدة. هذه المرحلة القادمة التي بنبدأ فيها بالتنسيق مع شرطة السير، وكيف يعني ممكن نرتب هذا الوضع الجديد، انه لابد من فتح خطوط جديده ولابد من استيعاب باصات جديده، لانه سابقا كان تقريبا عدد الباصات في محافظه عدن لا يتجاوز 8000 باص. الان تقريبا الى قبل الحرب كانت المسجله 16000 باص، بعد الحرب اعتقد انه بيكون فيه ضعف هذا العدد موجود بسبب انه نزوع كثير من الباصات والمواطنين الى محافظه عدن، مختلف المحافظات من مختلف المحافظات حتى المحافظات الشماليه من تعز ومن اب ومن كثير من المحافظات باصاتهم موجوده ويشتغلوا. نعم، في باعتبار الان عدن العاصمه، باعتبار عدن العاصمه وايضا اعتبارها اكثر امنا واستقرارا من بقيه المحافظات. هذه الخطوات تطبيع الفرز القديمه، ثم الخطوه اللي تليها بنبدا نبحث عن خطوط جديده واستيعاب باصات جديدة بالتنسيق مع مدير عام المرور جمال ديان الذي بذل جهد غير عادي وسخر كثير من يعني أبناء المرور للمساعدة وللوقوف مع هذه الحملة. رجال المرور بذلوا جهد ولا زالوا يبذلون جهد مع بقية أفراد الإكمال هذه الحملة وإيصالها إلى قلنا وصلنا إلى 3 أو 4 مديريات اللي هي الآن معنا كريتر المعلى والتواهي والبريقة وخور مكسل. كانت معنا الخطوة القادمة اللي بتبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم اللي هي المنصورة ودار سعد والشيخ عثمان، وكما تعرفون هذه هي عبارة عن 3 مديريات في مديرية واحدة. الغرض من الحملة هذه هي عودة الوجه الحضاري المشرق لعدن وخدمة المواطن بدرجة أساسية. كيف نعمل هذا الشيء؟ لابد من توعية أولاً إعلامية، لأنه أنا عندما ألزم باص معين بخط سير معين ويروح المواطن يطلع من مكان آخر يفشل العمل. فنعول كثير على وعي المواطنين، متى ما التزم المواطنين بالذهاب إلى الفرزات بالطلوع مع الفرزات وعدم الركوب مع الباصات المخالفة اللي تخالف النظام الفرزات وتخالف نظام المرور وتخالف كل النظم واللوائح بتنجح الحملة وبتمشي الأمور إن شاء الله في الطريقة المأمولة. أستاذ غسان، تحدثنا عن الأعمال والحملات التي تقوم بها الهيئة في ظل الوضع الآن التي تعيشه عدن، وهي بأمس الحاجة إلى هذا العمل وإلى هذه الحملات. نتحدث قليلا عن هموم الهيئة. والله الهيئة كبقية مرافق الدولة، كما تعرفون ما قام به الإنقلابيون من تدمير للبنية الأساسية والبنية التحتية، بدأت عدن من الصفر في كل القطاعات وفي كل الأجهزة. لا يوجد عندك جهاز أمني، لا قوات جيش، لا مؤسسات دولة. وبدأت يعني وبذل الأخ عيدروس الزبيدي والأخ شلال علي شايع جهود كبيرة جدا في بناء مؤسستين أساسيتين يعتمد عليها قيام الدولة، اللي هي مؤسسة الأمن والجيش. وبدأت عندما بدأت هذه المهام، يعني كنا قبلها لا نستطيع أن نعمل شيء، لكن عندما بدأت هذه المؤسسات وبدأت قيادة المحافظة وبدأت الأمور تترتب، طبعا لا ننكر جهد الأخ رئيس الجمهورية ولا ننكر جهود دول التحالف في الدعم وتشجيع والوقوف بجانبنا في هذا الخطوات الملموسة التي لابد لعودة الحياة من عودة المؤسسات. وهذا مطلب لكل الناس، لأنه بدون وجود دولة بدون وجود المؤسسات لا يمكن تطبع الحياة ولا يمكن أن يتآخى الناس ويتعايشون إلا في ظل وجود دولة تمثل قانون، والقانون هذا يعني كل الناس تعيش تحت سقف القانون هذا. فبدأت الهيئة في معاناة وصعوبات كبيرة مثل مجمل المؤسسات اللي موجودة في البلد، لكن تجاوزنا بعض هذه الهموم وبعض هذه الإشكاليات بسبب هذا الدعم الملموس من الأخ المحافظ والأخ مدير الأمن في عودة، لأنه عمل الهيئة عادة مرتبط بوجود
أمن وجيش. لا يمكن أن نعمل في نقطة، لا يمكن أن تعمل خط جديد، لا يمكن أن ترتب فرزة إلا بوجود أمن وجيش. فللأمانة بذل المحافظ ومدير الأمن جهد كبير، لا ننسى في هذا الجهد الذي بذله الأستاذ خالد الجعملاني اللي هو وكيل المحافظة لشؤون النقل، بذل جهود كبيرة جدا معنا إلى درجة أنه يحضر بنفسه وبعض الأوقات يستقيم في الجولة ويرتب الحركة ويستقيم في هذا. فهذا الجهود لكل الناس اللي يساعدون. أيضا الأستاذ جمال ديان بذل مع الهيئة جهد كبير جدا في تطبيع الأمور وعودتها إلى عملها الحقيقي، وكل الخيرين يعني مشان ما ننساش أحد، كل الناس اللي ساهموا معه في تطبيعها واللي يهمهم عودة الحياة الطبيعية لعدن وخدمة المواطنين بذلوا معنا جهود كبيرة. أيضا الإعلام، كنا يعني شوية بعيدين عن الإعلام لأنه الإعلام لابد أن تكون له رسالة هادفة، من ضمن هذه الرسائل الهادفة عودة وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة وخاصة في العاصمة عدن. نعم أستاذ، بالنسبة للموظفين أنفسهم لا توجد عندهم شكاوي مثلا الميزانية التشغيلية أو الرواتب أو غيرها وغيرها، هل هذه مشكلات تعانون منها داخل الهيئة؟ والله الحمد لله رب العالمين، الهيئة أولا مؤسسة إرادية وتعتمد بشكل رئيسي في على أشيائها على الإيرادات اللي تحصلها منك. كان في معنا في البداية صعوبات وعراقيل وكذا بحيث أنه لا تستطيع تحصيل أي إيرادات للهيئة، لكن الآن الأمور تحسنت. من أين تأتي إيرادات الهيئة؟ الإيرادات الهيئة تأتي عبارة عن رسوم تأخذ عن كل شاحنة مثلا في الدخول والمواني، عبارة عن تصاريح المكاتب نقل، عبارة عن تصاريح المكاتب نقل الركاب بين المحافظات، وأيضا تصاريح النقل الدولي إلى الدول الجوار. والتعرفة التي يدفعها المواطن بالنسبة للنقل الداخلي؟ تعرفة النقل الداخلي هذه هي أحد الإشكاليات التي سنتناولها فيما بعد تطبيع الفرزات، إنه إذا جيت تحدد سعر قبل ما تحدد المركبة ونوعها لن تستطيع. لكن لابد أولا من إيجاد فرزة، لابد من إلزام ناس بهذه الخطوط، ثم تأتي إلى تناول موضوع التسعيرة. لكن الناس الآن يدفعون، لا أحد يركب مواصلات من دون أن يدفع. الآن الناس يدفعون لأنه مضطر أنه يتعامل مع وضع قائم. أقصد هذه الإيرادات إلى أين تذهب؟ المواطن يدفع إيجار صاحب الباص، يعني صاحب الباص هو عبارة عن مستقل لنفسه، يعني يطلب الله على ما يقوله في الباص حقه. طبعاً إحنا كهيئة لا نأخذ رسوم على الباصات هذه، والعمل اللي نقوم بهذا فقط للتنظيم فقط، لا نتحصل أي رسوم من هذا العمل، تحصل رسوم بسيطة من المجالس المحلية. نعم، أصحاب الباصات بشكل عام لا يعتبرون جزء من الهيئة العامة للنقل البري؟ لا، الهيئة العامة لا تمتلك باصات. الهيئة العامة لا تمتلك باصات ولن تمتلك باصات، عشان ما نفجعش الناس يقولوا الهيئة بتجي تأخذ باصات وتدخل في الموضوع. لا، احنا فقط ننظم عملية السير. أقصد لا تكون هناك معايير معينة أكيد في معايير سائق معين لمركبة معينة مثلا. لا أكيد في معايير، بس انت انا زي هل ما هل انتم في مكانه لتحديد هذه المعايير؟ القانون يحدد هذه المعايير في قوانين ولوائح تنظم هذه المعايير وترتبها، لكن كما قلت لك تطبيق القانون دفعه واحده وفي وقت واحد مستحيل، كما نعرف الوضع اللي كنا فيه وان نحن الان تدريجيا. نعم، لكن هناك امور واضحه وجليه، يعني احنا نحن نرى اطفال بكل ما تعني الكلمه يسوقون مركبه، يعني مركبات كبيره احيانا يعني للنقل، لنقل المواطنين، ولا احد يوقفهم. كلام صحيح، بسبب كلمتك بسبب الاوضاع اللي قائمه من قبل، حتى قبل الحرب لو لاحظتوا قبل الحرب كان هذا الوضع ايضا قائم، لكن الان النيه الموجوده لدى قياده المحافظه ولدى كل الخيرين في عدن انه لابد من انتشال عدن من هذا الوضع. فنبدأ بالأساسيات، نبدأ بالأساسيات، تطبيع الفرز، إيجاد خطوط، ثم تبدأ الحملة على من يسوق الشاحنة، وهذه طبعا لها علاقة أكثر شيء بالهيئة بالمرور. من يسوق الشاحنة، هل توجد له رخصة قيادة، ما توجد له رخصة، من يمنح هذه الرخصة، من ما هي تجنب أكثر في الجانب المرور، لكن لا يمكن للمرور أن يحققها بدون هذه المقومات الأساسية، بدون نظام، بدون فرزة، بدون غطاء حماية أيضا. شرط المرور بدون أصبح أكيد شرط المرور بدون حماية وبدون كذا لا يمكن أن، لكن ما قلت لك الأمور سارت فوق ما كنا نتصور للأمانة، يعني كنا نتوقع بنواجه عراقيل ومشاكل، نعم، لكن لاحظنا أنه تعاون كبير من المواطنين، رغبة ناس كثير يقول لك يعني إحنا تواقين ومنتظرين الدولة متى بتجي تسوي هذه الأشياء. فللأمانة حصلنا تجاوب كبير جدا في صيرة، في التواي، في البريقة، في خور مكسر، من الناس، من المواطنين، من كل الشرائح، لذلك أملنا خير
فقلنا لابد ان نبدا في المديريات الاخرى وفي اسرع وقت، ولابد ان تكون في ثلاث مديريات مع بعض، لانه ما نقدرش نفصل زي ما فصلنا هنا، لانه هذه المديريات مرتبطه مع بعض. يعني لو رحت الى جوله الغزل والنسيج بتحصليها خليط من المنصوره، من الشيخ، من اللي رايح انتواهي، رايح الشعب، رايح في كل الخطوط هنا في هذا المكان. نمشي في هذه الخطوات ان شاء الله، نامل انه كما نجحنا في مديريه صيره والتواهي والبريقه ولا انه لابد ان ننجح في هذه المديريات مع صعوبات اكثر شيء. نعم، هذه المديريات استاذي اكيد لا يخفى عليك انها اكثر صعوبه واكثر عشوائيه مثل ما ذكرتم الان. بالتاكيد ان عندكم الكثير من التدابير في حاله وجود عراقيل تعرقل الخطه القادمه. نعم، ما هي هذه التدابير؟ التدابير اولا انا لكي لا اصطدم مع كل الناس لابد من ايجاد خطوط كما وضحت لك سابقا، وايجاد خطوط لفرزات جديده بتخفف على المز... انا عندما امنعك من هذا المكان فتحت لك مكان اخر يجب عليك ان تلتزم فيه، لكن ان امنعك واقول لك روح ما ليش علاقه فيك صعب. وين بتروح انت؟ وين بتشتغل؟ لكن عندما اوجد لك البدائل المقننه الواضحه، حتى يعني تجاوزنا القانون في اشياء كثيره من اجل هذا العمل، لانه في كثير من الباصات نعرفها انه وضعها مش رسميه ومش تملك مثلا ارقام خصوصي وليست اجره، لكن ما دام معك رقم خصوصي انا بفتح لك خط جديد مؤقتا على ان تعمل لي التزام انه خلال فتره لابد ان تتحول الى اجره ولابد ان تكون تلتزم بالنظم واللوائح. لكن باص لا يحمل هويه هذا لا يمكن ان نتعامل معه. نعم، لابد ان تكون لك هويه ولابد ان تكون معروف من انت ومن اي جهه رخصت لك واي جهه، لانه كما تعرف الوضع الامني عندنا لا زال صعب شيئا ما. لذلك نحن نمشي بهذه الخطوات تدريجيا. انا بامنعك من هذه الخطوط من هذه الاماكن وساجد لك اماكن اخرى يجب عليك التقيد والالتزام بها. نعم استاذ غسان، السؤال الاخير، تعرف التي يدفعها المواطن للنقل البري داخل المحافظه نفسها، الا ترون انها مرتفعه قليلا وتثقل من كاهل المواطن؟ فعلا هي تعرفة في بعض الخطوط. بداية الأمر هل هذا من تخصصكم تحديد التعرفة؟ يعني مش تخصصنا لحالنا، هي أكثر من جهة مختصة بتحديد سعرها، ونحن من ضمن الجهة هذه، نحن والمجلس المحلي، إدارة المحافظة، المرور، نشكل لجنة ونقر هذا. في بعض الخطوط أرى كذا أنه مبالغها معقولة، وفي بعض الخطوط مبالغ في هذا المبالغ، لكن زي ما قلت لك لا يمكن أن نضع العربة قبل الحصان. لابد اولا انظم العمليه ثم اوجد التسعيره. لكن لو اوجدت تسعيره وانا مش قادر الزمك بخطوط معينه او انظم لك العرقه لا يمكن ان تطبق. استاذ نحن لا نبالغ عندما نقول بان هناك اسر تضطر انها تمشي مسافات طويله لانها لا تمتلك سعر يعني سياره الاجره حتى تركبها. والمواطن الان يعيش في فيلم رعب حقيقي حينما يسمع بان ربما قد تحدث هناك جرعه في البترول واصحاب الباصات سيرفعون عشوائية أحيانا، اللي يركبك ب 170 واللي ب 200، يعني كل واحد على راحته. المواطن يحتاج إلى من يطمنه، قانون يطمئن المواطن بأن التعرفة على الأقل لن ترتفع حتى في حالة وجود جرعة جديدة، لأنه فعلا لم يعد يتحمل أي تسعيرة جديدة في ركوب النقل البري. أولا أنا ما بدخلش في موضوع النفط يعني، لكن المشكلة أن هذا مرتبط بهذا الشكل. حسب معرفتي الشخصية بأنه أولا السعر سعر الوقود اللي موجود حاليا هو فوق السعر العالمي، اكثر من السعر العالمي بسبب بعض القضايا والخلافات في بعض المؤسسات وعدم استقرار الوضع. لكن اللي اعتقده كذا واطمن المواطن فيه انه لن تكون هناك اي جرعه جديده ولن يكون في اي زياده ملحوظه، فقط هي ازمه مشتقات بسبب بعض الخلافات ان شاء الله، انه حسب ما سمعت انه الاخ الرئيس بذل جهد كبير فيها لحل هذه الاشكاليات والخلافات وبتطبع الامور. اعتقد اليوم وكذا في ازمه كانت في المشتقات وحلت اليوم جزء منها، الاخ الرئيس يبذل جهود كبيره لحل هذه المشكله نهائيا. لن تكون هذا كلام اكيد، لن تكون هناك اي زياده سعريه في سعر المشتقات، وايضا لن تكون اي زياده تعرفه في النقل في المواصلات. الوضع القائم الجديد اللي بيكون هو تشكيل لجنه بعد انهاء الحمله هذه، فتح خطوط جديده لترتيب الفرز لترتيب الاوضاع، ستشكل لجنه لدراسه واقعيه ومنطقيه لدراسه تعرفه النقل في الخطوط. وايضا هذا اللي نحب نوصل للمواطن، انه ستفتح خطوط جديده لم تكن موجوده من قبل تسهل حركه التنقل للمواطنين، وان شاء الله باسعار إن لم تكن أقل من هذا بتكون نفس الأسعار اللي موجودة. أستاذ غسان، نسألك عن المعايير التي تعمل بها نقابات النقل البري في عدن.
والله موضوع النقابات هذا كفله القانون لتشكيل نقابات لأي جهات معينة، سواء كانت نقابات نقل أو غير نقل. وفق القانون صرح ورخص القانون بأن توجد نقابات لهذا الشيء. تعرفون سابقا كان مبنية حركة النقل في كل المحافظات سواء داخليا أو خارجيا عبر نقابات، إلى أنه نقابات كما تعرضت البلد للانهيار أيضا تعرضت النقابات للانهيار وانهيار كبير جدا. الحمد لله بدأت مثلا نقابات النقل المواصلات داخل المحافظة تشتغل، وكما أشرت في بداية حديثي إلى نقابة النقل الثقيل أو اللجنة النقابية للنقل الثقيل برئاسة الأخ فارس شعفل بذلت جهد كبير جدا في توفير الشاحنات وحماية وصول بضائع الناس إلى 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 يعني المحافظات الأخرى، لأنه كان الوضع أنه من يأمن لي، من يضمن لي أنا كتاجر أن بضاعتي أن توصل إلى عدن وتوصل من عدن إلى محافظة معينة مثلا، من بيضمن هذا الشيء؟ قامت النقابات النقل الثقيل بتوفير الضمانات اللازمة وأجبرت السائقين، والحمد لله فتحت الأمور وفي تنسيق كبير بيننا وبين النقابات، لكن نحن لا نتدخل في عمل النقابات، هي نقابات مستقلة ولا توجد سلطة للهيئة على النقابات. نعم أستاذ غسان، ذكرتم بأنكم حدث بينكم وبين الأمن تعاون كبير في يعني تأمين الطرق وتأمين هذه الحملة كذلك، ولكن هناك شكاوى من المواطنين يعني بشكل عام، ونحن نسير أيضا في الطريق كإعلاميين ونرى بأن هناك إشاصات الأمن التي تتجاوز خطوط المرور وتتجاوز أو حتى أنها لا تحترم المواطنين الذين يعني أمامها، بمجرد أن يتأخر المواطن قليلا الرد يكون بأصوات الرصاص العالية. نعم. هذه الظاهرة والله مع الأسف يعني كانت موجودة، كانت من بعض المآخذ السلبية على بعض المظاهر في بعض المحافظات البعيدة والهذا، لكن مع الأسف بدأت توجد في محافظة عدن التي لم تتعود على هذا المظاهر مطلقا. نحن نوجه هذه الرسالة ليست للمواطنين وإنما للأخوة المسؤولين والضباط والقيادات، بأن هذا المظهر بقدر أهمية الوضع الأمني، الوضع الأمني تحسن كثير جدا. يعني لماذا يظن المسؤول أنه حياته أكثر أهمية من حياة المواطن الذي يسير أمامه في المركبة؟ هنا تكون المشكلة. في فترة من الفترات المواطن تحمل هذا الشيء نتيجة الظروف الأمنية ونتيجة أنه هؤلاء يخدمون الوطن، فلا بد أن، لكن الآن الأمور تطبعت والأمور أصبحت أكثر أمنا وأكثر استقرارا، فأصبح الآن لا يخيف المواطن إلا هذا الطقم، عندما يجي مسرع يقطع فوق الناس يرجع في خط مخالف سبب قلة وعي. نحن للأمانة نشكر جهودهم ولا نقلل من الدور الذي يقومون به، لكن في شيء من التوعية التي لابد على كل مسؤول أن ينبه أفراده وجنوده لهذا الشيء. أنت جئت في خدمة المواطن، عندما المواطن يحس أن أنت فوق المواطن وفوق الخدمة وفوق هذا، هنا تبدأ شعور المواطن بأنه هذا كأنه كائن غريب مش من نفس المجتمع. ظاهرة كلنا نعاني منها، لأن هناك أشخاص عليهم وليس لهم. نعم، لكن الآن نتمنى أنه هذه الظاهرة بتخف، وأنه الأخوة الضباط والقادة والمسؤولين ويراعوا شعور المواطنين والناس في هذا الشيء. وأنا للأمانة كانت موجودة بقوة وبدأت تتلاشى شيئا ما، نتمنى أن لا نراها نهائيا مسبقا في عدن نهائيا هذا الموضوع وهذا الظاهرة، ونبدأ نعيش حياة طبيعية. يعني أنا لا يمكن أن أكون مسؤول إلا إذا وراي 3-4 أطقم، يعني قد أكون أحتاج حراسة في سيارة ما بدون أن أظهر إلى الناس أنه في حراسة، وأنه إن شاء الله أنه هذه الأمور تتجاوزها عدن وتتجاوزها الوطن سريعا إن شاء الله. الأستاذ غسان الصوفي مدير الهيئة العامة لنقل البري في العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. المعهد التجاري المدرسي، أثر بعد علم وذكرى لا تمحوها السنين. مؤسسة علمية عريقة يعود تاريخ تأسيسها إلى أواسط عشرينيات القرن الماضي، يتمعن تلميذ المعهد المدرسي ومعلم الأدب الإنجليزي فيه مصطفى رجمنار في ملامح مؤسسة الصرح الثقافي وكيف ظل وفياً للإسم والمبدأ الكامن وراء تلك الصورة، مستحضراً معها عراقة المعهد وماضيه، مستجمعاً تفاصيل عهده من بين أحجاره وأشجاره وما تبقى من آثاره. Thank you.
روزميد في كريتر عدن، تأسس أقدم وأول معهد تجاري فني على مستوى الوطن والجزيرة والخليج. عرف المعهد التجاري المدرسي نسبة إلى مؤسسه الحاج ياسين راجنار الذي أقام في عدن قادماً من جنوب الهند مدينة مدراس تحديداً موطن السياسة والقضاء ليؤسس المعهد التنويري في قلب المستعمرة عدن في العام 1927 للميلاد. جاء من مدراس جنوب الهند في 1923 بحثاً عن الرزق، وعمل في شركة كبيرة بريطانية اسمها Arabian Company، وبدأ يعمل فيها كمختزل ومحاسب. جاءت فكرة إنشاء المعهد المدرسي لتنبذ نظام الفصل العنصري ومحو بؤس يومي لسياسة التجهيل البريطانية، فبينما كان قلة من التلاميذ في عدن هم فقط من يحظون بمقاعد دراسية في المدارس البريطانية، أتاح المعهد المدرسي للفئة المحرومة فرصة الحصول على فرص تعليمية، ليرسم المعهد ملامح الأمل لمحدودي الإمكانات من أبناء المناطق الشمالية والجنوبية على حد سواء. ليست لديهم أي معلومات عن العلوم التجارية في مسك الدفاتر، في الحسابات، في الاختزال، في المراسلات التجارية واللغة الإنجليزية. فاشترى آلة كاتبة صغيرة باليد وكان يدور من شارع إلى شارع، وكل ما يسأل شاب تحب تدرس الطباعة الإنجليزية فيحطه على الشارع ويطبع لمدة ربع ساعة، وبدأ هكذا. فأشفق عليه بعض التجار، قالوا إنه هذا عمل مجهد لك، نحن بنأخذ لك مكان صغير. واشترى بعدها 4 أو 5 آلات كاتبة باليد وبدأ يدرس. بدأت النواة الأولى بستة طلاب. المعهد المدرسي مكانة مرموقة في عدن خلال سنوات عطائه التي امتدت لعقود طويلة، فكان له دوره الفعال في إرساء دعائم الثقافة والتكوين الاجتماعي للفرد وللمجتمع، إذ راعى القائمون عليه التطورات العلمية الحديثة آنذاك، وجعلت من التعليم حقاً متاحاً للجميع تساوى فيها أبناء اليمن بأصحاب العيون الزرقاء والشعر الأشقر والبشرة الثلجية اللون. معظم الطلاب الذي لم يحالفهم الحظ بالانخراط في المدارس الحكومية لأنهم بدون شهادات ميلاد، فمعظم طلبة المعهد كانوا من أبناء عدن والأرياف ومن تعز بالذات من شمال اليمن، لأن هؤلاء ما كان معهم شهادة الميلاد، فالمعهد كان هو الملاذ الوحيد اللي يقبل كل هذه الفئات. المعهد المدرسي مساراً علمياً بحثاً عن حياة جديدة بعيدة عن سياسة الاستعمار البريطاني الذي كان يدرك بأن أحلام التحرر تحتاج جيلاً متحرراً من الجهل والأمية، وذاك ما حققه المعهد المدرسي واتخذاً من التأهيل والتدريب بناء كادر وطني يجيد اللغة الإنجليزية وعلوم الإدارة والترجمة إلى جانب اللسان العربي وترسيخ ثوابت عقيدة الدين الإسلامي الحنيف. الشيخ محمد بن سالم البيحاني هو الذي وضع حجر الأساس للمعهد، وفي عام 50 احتفل الوالد بافتتاح المعهد، ويعني آلاف من طلاب المعهد ومن مواطنين عدن جاءوا للافتتاح، وكان على رأس هذه الحفلة
السير توم هيكم بوتم حاكم عدن والي عدن. فاشتملت الخطب بالإنجليزية وبالعربية. أما مخرجات المعهد التجاري المدرسي فقد كانت مثمرة العطاء، وكان لها الأثر البالغ في إقناع العالم بأن عدن المستعمرة بريطانياً جديرة بمنحها فرصة لتبييض واقعها القاتم. هو إذن جزء من ذاكرة عدن وتجربتها العلمية الرائدة ونهضتها الحضارية وإرثها الثقافي، سيبقى حاضراً في ذاكرة الأجيال كهوية تنويرية وطنية تحمل طابعاً فريداً لمدينة كانت ولا زالت رائدة. بالعلم وحده تنهض الشعوب وتتقدم الأمم، وبالعلم وحده نستطيع إخراج اليمن من النفق المظلم إلى نور الحياة الواسعة. رائد طه فنان وممثل مسرحي نجح في رسم الابتسامة على وجوه الجماهير وملأ القلوب بالسرور بفنه وأدائه المبدع. هلوز عرفتوني؟ عينا يا شجن. فنان مسرحي موهوب احترف التمثيل مبكرا، واصبح خلال فتره وجيزه واحدا من ألمع نجوم المسرح والدراما اليمنية. فحوصات يقول لك فحوصات نعم فحوصات يا اخي تخبيت العب. لا بدأ رائد طه مشواره الفني في المسرح المدرسي بعدن، ومنه أيضاً كرم كأفضل ممثل مسرحي بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة مدرسية على مستوى المحافظة. تسام يا نبيل. تسام بنادى الكبير الخرس. كان في معنا مسابقة في ثانوية عثمان عبدو في عهد الأستاذة جوهرة حمود، كانت الفترة دي فترة مسابقة بين الثانويات في مجال المسرح، فشاركنا نحن والزملاء قاسم رشاد وعدنان الخضر في هذه المسابقة، وكان مجموعة كبيرة معنا صابر الحارب وريمون ومجموعة كبيرة من اللي وقفوا التمثيل حاليا، فاشتركنا نحن وهم وفزنا في المسابقة اللي بين الثانويات على مستوى المحافظة، ومننا بعد كده تأهلنا من مستوى المحافظة، وبالفعل برضو كان نجحنا في المسابقة وحصلنا على المركز الثاني أو الثالث في ذاك الوقت. من هنا بدأنا نتعرف على بعض وبدأنا نفكر بأنه ليش ما نكبرش الموهبة هذه ونعملها فرقة ونشوف حظنا يعني إيش مستوصل. طيب خلاص أنا ببلغه. كانت له مشاركته الفاعلة في الكثير من الأعمال التلفزيونية الدرامية منها والبرامجية، إلا أنه يفضل المسرح على ما سواه من الفنون ويميل أكثر للأدوار الكوميدية باعتبارها الأقرب إلى الجمهور والأفضل لإسعاده. حتى أنا ما سمعتهوش لأنك أنت غايب يا دكتور يوم ما شرحوا لنا بالكلية. الأعمال المسرحية طبعاً كثيرة، إذا كان على مستوى التلفزيون فهي محدودة، لكن إذا كان على مستوى حفلات التخرج على مستوى الجمعيات المنظمة الشركات فهي كثيرة ومش قادر أحصيها لأن كانت خلال فترة طويلة يعني من العمل. أهم الأعمال اللي كانت على مستوى التلفزيون طبعاً هي بداية عائلة دوت كوم اللي كان أول عمل مسرحي بالنسبة لنا، بعد كده جاءت مسرحية حلا حلا استاهل اللي ما لاقتش حقها وما ظهرتش بشكل كبير بسبب أنه إمكانيات التصوير وإمكانيات الديكور ما كانتش كبيرة وما لقيناش فرصة أن احنا نصوره ونأهله أن تعرض تلفزيونيا. بعد كده جاءت سيدتي الجميلة وهي تعرض كمان في القنوات. بعد كده جاءت مسرحية بشرة سارة معك نازل، وختاما بالنسبة لي أنا كانت في كرت أحمر، لكن الفرقة استمرت في صرف غير صحي اللي أنا كنت مش متواجد فيها نتيجة لسفري للهند في علاج الوالد. يؤكد الفنان رائد طه على أهمية الفن في الحياة ودوره المؤثر والفعال في المجتمع،
ويتطلع أكثر إلى اهتمام حكومي يعيد لعدن مكانتها وللفن اعتباره. كنا نعاني نفس المعاناة بأنه ما فيش خشبة مسرح محترمة نقدم فيها أعمالنا. يعني نحن عندنا أعمال كثيرة نحب نحن نقدمها، عندنا طموح نحن نرتقي بالفن المسرحي العدني على وجه اليمن بشكل عام وعلى وجه الجزيرة يعني، لكن للأسف دائما نحطم من الناحية دي. كل ما نحاول نقدم خطوة يحاول أنهم يردعون، نحن بأكثر من خطوة أنه الإمكانيات ما تسهلش، ما فيش دعومات، نحن فرقة أهلية خاصة تعتمد أكثر شيء على الرعاة، تعتمد على الداعمين، تعتمد على يعني الدولة لو بتدعم نحن، لكن للأسف دي كل تغير في أكثر الأحيان بسبب أنه الوضع العام، عدم الاهتمام، عدم أو اللامبالاة بالنسبة لهم، فده تعب نحن جدا، لكن فوق ده كله دائما نصر ان احنا نشتغل ولو على مجهودنا الشخصي او على حسابنا الشخصي نشتغل، لانه ده شيء بالنسبه لنا هوايه وحب اكثر من ما هو عمل، فده اللي يخلينا احنا دائما احنا نستمر رغم كل التحديات اللي تواجهنا. وللمسرح ايضا دوره التوعوي في المدارس، ورائد طه احد رواد المسرح المدرسي ويقوم حاليا مع كوكبه من المسرحيين في توعيه طلاب مدارس عدن بمخاطر العنف والارهاب. نوعيهم من مخاطر حمل السلاح، من الانضمام للميليشيات المسلحه، من كيف يعني انهم ما ينقروش او ما ينخرطوش في الميليشيات اللي بتتعب نحن، وانه يكون كل شيء تحت اطار الدوله، افضل من ان احنا نرتقي للاعمال المسلحه دي ونخرب. فاذا الكل اصبح يندرج تحت الميليشيات المسلحه فبنقري على المحافظه السلام، فعشان كده نحن نعمل توعيه انه نحاول نرد الشباب قليل ندعهم انهم يوقفوا حمل السلاح، اطلاق الرصاص في الاعراس والمناسبات، ففي هناك ساحات لاطلاق الرصاص افضل من انها تطلقها في يعني في المدينه والامنه اللي عدن اللي تعودنا ان دائما هي مدينه السلام ومدينه الامان، واللي تعودنا ان مدنيه خاليه من السلاح، فنحاول نوعي الشباب من الفكره دي. المشروع مستمر وما انتهاش، ونطمح انه بعد ما ننتهي من التوعيه في محافظه عدن ننطلق لباقي المحافظات. رغم التحديات وحجم الصعوبات التي يواجهها الفنانون في اليمن، إلا أن رائد طه مصر على مواصلة مشواره الفني وحريص على إعادة النهوض بالمسرح العدني، إيمانا منه بخدمة المجتمع وإسهاما في نشر المحبة والسلام. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير وإلى اللقاء.